تمام. ايه هي بقى القرنيه المخروطيه؟ ازاز العربيه اللي هو واخد الكيرف الشفاف ده بدا يحصل فيه انعواج. انعواج ما بقاش ازاز مستوي، بقى طالع ونازل. فشكله شكل المخروط، لان في جزء منه يبقى كبير جدا عامل زي القمع كده، فتبقى القرنيه بارزه لبره بس انت مش شايفاها بالعين مجرد. انا لسه كنت اقول حاجه، يعني احنا مش هنشوف كده. تعالي نمثلها تاني بالورق ماشي، اوكي. بتاعنا. دي ازاز العربيه الامامي او القرنيه الشفافه اللي احنا بنشوف من خلالها صوره، بتمثل 80% من قوه العين. كل ما كان الكيرف ده منتظم، يعني طالع بانتظام ونازل بانتظام، بيت العين كويسه تمام. دي دلوقتي حلو. تمام. لو حصل بقى انكسار في القرنيه من الجنب ده كده، فبقى الجزء ده منبعج والجزء ده داخل لجوه، فبيسموا الجزء العالي ده مخروط. عشان لو بصيتي له من الجنب كده يعني يبقى شكل بيبقى زي القمع كده. التعرجات. ايوه بالظبط، مطبات اهي. اوكي. مطبات. كل ما زاد ارتفاع الجزء ده وانخفاض الجزء ده، كل ما بقت الصوره عامله ازاي؟ مشوهه. طبعا. اللي هو قوه 80% من ابصار العين، بقى في جزء بيجي من الصوره هنا وجزء بيجي هنا وجزء بيجي هنا وجزء هنا وجزء هنا. فالعين يقول لك انا بشوف الحاجه متكرره، يعني شوف يبص على عمود النور يشوف اللمبه طالع منها 7 8 لمبات. يمشي في الشارع العربيات اللي جايه عليك كشافات، ما بيبقاش عارف الكشافين من بعض، يبقوا الكشافين لازقين في بعض، نورهم لازق في بعض. يعني هو النور بيتجمع، بيتشعب، بيبقى مفيش اكتر حاجه، من الطبيعي. مفيش حاجه تلمه في صوره واحده. الجزء من العين اللي بيلمه في صوره واحده بايظ، حلو قوي. فتيجي الصوره جوه العين عامله ازاي؟ مشوهه.